الدولة المدنية كلمة يتردد صداها في لبنان في الآونة الأخيرة من قبل النخبة الحاكمة في البلاد. فبعد انفجار بيروت وفي ظل الانهيار الكبير، يتسابق السياسيون على المطالبة بتغيير النظام والوصول إلى دولة مدنية لا طائفية وفق تعبيرهم، لكن نظرة سريعة في التاريخ تؤكد أن أقوالهم لا تعكس أفعالهم بحسب خبراء. لا، هناك تناقض كبير بين ما يعلن عن نوايا في إطار بناء الدولة المدنية وبين الممارسة الفعلية. لذلك يعني أنت بتسمع من ميلي زعيم الكتلة بيحكي على الدولة المدنية، ومن ميلة تانية عضو نائب في هذه الكتلة بيرجع بيحكي على حق الطائفة التي يمثلها في إطار التمثيل الطائفي إلى آخره. فإذا هذا التناقض يعبر عن تمسك هذه المنظومة السياسية مش بحق الطائفة ولكن بحقوقهم هن أن يضلوا مسيطرين على النظام وعلى المنظومة. بعد 15 عاما من الحرب الأهلية خلال القرن الماضي، اجتمعت القوى اللبنانية في اتفاق الطائف الذي أرسى مفاهيم جديدة في إدارة البلاد. فالاتفاق تحدث عن مسار تدريجي للوصول إلى الدولة المدنية، لكن ذلك لم يحصل. وفي انتفاضة 17 من أكتوبر طالب المتظاهرون الغاضبون بوضوح بنظام لا طائفي مدني وبمحاربة الفساد وبقانون انتخاب عادل وباعتماد مبدأ الكفاءة والابتعاد عن نظام التحاصص الذي اعتاد زعماء الأحزاب الأساسية عليه عند أي استحقاق. يعني من بعد الطائف وقوى المنظومة تستخدم شعار الدولة المدنية بالاستثمار السياسي وبالخطاب السياسي، ولكن ولا مرة كان في إرادة سياسية حقيقية للعبور نحو الدولة المدنية. واليوم عند كل مفصل مضحك جدا أنه يستخدم هذا الخطاب، أنه نحن كقوى منظومة صارنا حاكمين 30 سنة بدنا نعمل دولة مدنية. فعلا مضحك، وكأنه هذه المنظومة خارج السلطة، وكأنه نشطاء سياسيين يتعاطون مع الشأن السياسي من خارج أدوات الحكم. يعود شعار الدولة المدنية عند كل استحقاق ولا يتحقق، ويقول كثيرون إن هذا الطرح يهدف لامتصاص غضب الشارع ويشير بشكل واضح إلى عمق أزمة النظام التي يعيشها لبنان في السنوات الأخيرة. شهدت هذه الساحة تظاهرات واحتجاجات عدة خلال العقود الماضية للمطالبة بالدولة المدنية وإنهاء نظام المحاصصة في لبنان، لكن الطبقة التي أحكمت سيطرتها على البلاد ترفض التغيير بكل أشكاله، ليبقى الانتقال إلى الدولة المدنية مجرد شعار في قواميسها، يقول اللبنانيون. سلمان العنداري، سكاي نيوز عربية، بيروت.